بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور خميس، أريد أسألك، في شخص مثلا مبتدئ في ميدان الشعر ويريد أن يطور نفسه، كيف يمكن ذلك؟ يعني الحقيقة الأمر هذا ليس فيه صعوبة، هو ما عليه إلا أن يقرأ. نعم، ما شاء الله. ماذا يقرأ؟ أي نعم، صدق، يقرأ النصوص العليا في العربية. جميل. مثل يعود إلى المعلقات التي تكلمنا عنها آنفا، يعود إلى يعني المفضليات، يعود إلى الأصمعيات، يعود إلى كتب الحماسة، هذا يعود إلى الشعراء المتفوقين المتقدمين. نعم. يعني في مجال الشعر هو يقرأ النص، من قراءة النص هذا ستنمو عنده الملكة، ملكة الشعر، ملكة الفصاحة، ملكة اللفظة يعني الأنسب واللفظة القوية. نعم نعم، يعني هو إذا ابتدأ من المقام العالي ومن النصوص العليا، هو بعد ذلك ستنمو فيه يعني رغبة المحاكاة. يحاكي ماذا؟ أنا بنفسي عندما قرأت الشعر الجاهلي ومررت على يعني معلقة عمرو بن كلثوم، ألا هبي بصحنك فاصبحينا، نعم، ولا تبقي خمور الأندرينا، حاولت في الحال محاكاتها وتقليدها. نعم، ما شاء الله. ماذا قلت؟ هذا تأثير لا أتذكر حاليا، جميل. كان ذلك في أيام الإعدادية. ما شاء الله. نعم. لكن مثل هذه يعني مثل هذه القصائد العظمى، قصائد من المعيار يعني الثقيل، نعم، هي التي يجب أن يقرأها. نعم. نعم، بعض الناس يقول لا، يقرأ أولا القواعد. نعم، القواعد بطبيعة الحال يعني إذا قرأ النص العربي القديم ستأتي. نعم، ما شاء الله. ويعني لا يحتاج إلى القواعد حسب، يحتاج إلى اللغة أيضا، لكذا صرخت، يحتاج إلى البلاغة أيضا، يحتاج إلى الأفكار أيضا، صدقت، لا يحتاج إلى النحو حسب. نعم فعلا. جزاك الله خير، بارك الله فيك.